مرحبا، هي لعبة الآلة الحاسبة تبع التريكس، يلي هي لعبة التريكس مثل ما بتعرفوا. فيها بنات ديناري، تريكس، لطش وختيار. فهي الصفحة الرئيسية، هون لبداية الحسابات، هون ليعلمكم كيف تستعملوها، وهون عن حالي اللي أنا عملت البرنامج. فبداية أول شي، طبعا أهم شي يلي هي الأسماء. هون مثلا أول لعبة هي تريكس، فما ضروري أنتو تكتبوا 50 100 150، تكتبوا مثلا لولو أول شي، فوفو تاني شي، كوكو تالت شي، وسوسو رابع شي. بتكبسوا نفس الزر بكل خط ليحسب ال points لكل شخص. مثلا تاني لعبة الكوين، مثلا لولو أكلت واحدة، سوسو ما أكلت شي، وفوفو أكلت ثلاثة. كمان نحسب شو اسمه. مثلا هون الختيار، مثلا لنقول سوسو اللي اكلته، بس بنحط العدد يلي هو واحد او اثنين او ثلاثة. بس بتريكس انه بتحطوا مين اول تاني تالت. مثلا شو صفي اللطش، فيكم تحطوا ال كبيرة او ال صغيرة ما بتفرق. مثلا نقول لولو اكلت ولا لطش، سوسو أكلت العشرة، فوفو أكلت ثلاثة. بحسبوا الحسابات شو صفي اللعبة يلي هي ختيار. بس أنا نسيت شو آخر لعبة. بتبس هون بيقولولي ديناري. في يعني هدول هن الأحرف اللي لازم تحطوهم يا كبار يا صغار. فاللعبة ديناري، فلنقول لولو أكلت 13 لطش، يعني 13 دينارية. خلصت أول لعبة. تكبسوا new person مثل ما شايفين player 2. فتخلص اللعبة، انتم ملاحظين ال scores ضليت new person 3. ال scores ضليت، طبعا انتم لما تلعبوا عم تسجلوا فبيضلوا ال scores. new person 4 لنقول حدا تخربط وكبسها، بقول لكم انه end game. وهذا هو البرنامج، ان شاء الله لقيته مفيد.